واتذكر انه دق التلفون وكان جو او كان انا كنت مسجله كل الناس هيئه الفضاء السعوديه اللي سابقا كانت هيئه الفضاء الان وكاله الفضاء السعوديه. فرديت على الجوال فبيقول لي مريم انت تم اختيارك من ضمن الاوائل لانك تكوني من في برنامج رواد الفضاء السعودي. طبعا الطبيعي اني انا عرفت تعرفي لما احد مهم يتصل عليك مو توقفي؟ ايوه هذا انا عارفه وقفت وجمدت في مكاني. هو قال كلام كثير انا ما اتذكر صراحه ايش اللي قاله بس اللي اتذكره انه قال لي مريم انت معي الخط فساعدها. طبعا في ذاك الوقت في هذا الفريزنج تذكرت وانا صغيره بتفرج وانا طفله صغيره بتفرج على افلام كرتون بتفرج على شريط الاحلام كله لا كنت بتفرج كان في افلام كرتون ما عرفت تعرفوه او لا اللي هو الرحاله الصغير اللي كان عايش على الكواكب